اوكي مرحبا واهلا وسهلا بالجميع بجلسه جديده من جلسات دائره تدريب مهارات الحياه اللي هي ضمن برنامج دوائر من منصة أوطى نباط المواطن العالمي، اللي من خلال هاي المنصة عم بنطور مجتمع مبني على 5 قيم موحدة اللي هم المحبة، السلام، التقبل والتسامح والعطاء، ونشر فكرة المواطن العالمي بمعنى أنه الإنسان يعامل الإنسان على أساس أنه إنسان. ومن خلال برامج المنصة المتعددة بنحاول ننشر هاي الفكرة بطرق غير مباشرة زي قعدتنا هاي اللي عم نحكي مع بعض وبعضنا بعرفش أسامي بعض، وبالتالي بنعرف انه نقدر نتفاعل مع بعض بكل اريحية بدون ما نعرف اي اشي عن بعض، مجرد انه احنا انسانانات. عشان يضل انسان، عرفت الجمع تبع انسان، بنحكي مع بعض بدون ما نعرف اشي عن بعض. احنا المرة الماضية حكينا انه المرحلة الرابعة بالعلاقات الرومانسية اللي ضمن نموذج العشر مراحل بالعلاقات الرومانسية، قلنا المرة الماضية انه احتمال نكون خلصنا الا اذا طرأ على بالي اشي خلال الاسبوع، يعني خلصنا المرحلة الرابعة. وطبعا طرأ اشي على بالي خلال الاسبوع، قعدت افكر، كنت عم بحضر للمرحلة الخامسة. المرحلة الخامسة هي انه هدول التنين اللي بالعلاقة دقائق مع الاعلانات. نفتح المكيف. هرب محمود، حكيت له راح يجي ريموت، كنه ريموت واحد لكل البناية. هدول الاثنين قرروا يعيشوا ببيت واحد بغض النظر عن الثقافة تبعتهم، يعني قرروا يعيشوا مع بعض، قرروا يتزوجوا. المرحلة الخامسة انه هدول الاثنين بعد 4 مراحل اللي مروا فيها، والمرحلة الرابعة هي مرحلة انه الاثنين اطمنوا لبعض ومشاعر الحب بهاي المرحلة تكونت ونضجت، وبالتالي باخر المرحلة قرروا انه كل المراحل اللي مروا فيها عجبتهم، وبالتالي بدهم يعيشوا مع بعض. فلما اجيت احضر للمرحلة الخامسة قعدت اقول هدول بدهم يتفقوا على اشياء كتير. هاي الاتفاقات، السؤال كان لإلي، هل فعلا جوا المرحلة الخامسة ولا لا؟ هاي اتفاقات بدها تصير قبل ما يفوتوا على المرحلة الخامسة كجزء من التحضير للمرحلة الخامسة. كيف يفوتوا على المرحلة الخامسة برأيكم؟ وهون خلينا هيك نفتح، منين بدهم يتزوجوا؟ خلينا نسميها اوكي، ايش الأسئلة اللي ممكن يسألوها لبعض عشان يحضروا حالهم لهاي المرحلة، مرحلة الزواج؟ يس. جوابي بقمة الجدية، كيف رح نتعامل مع بعضنا بعد الانفصال لوصل؟ لا بحكي جد، أنا هيك شايف الموضوع، إنه يكون في كرايتيريا واضحة لو صار انفصال كيف نتعامل مع بعض. يعني انت مش معقول على فكره، خربت. لا 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 فعليا انك تحضر حالك للنهايه شيء مهم، يعني لأن البلاوي اللي نشوفها يعني. يس. لا سؤالك كتير عام، كتير عام، فبليز يعني مثلا في ناحية معينة احصرنا في ناحية معينة. لا ما بدي. ما بضبط؟ لا ما بدي. انت ما بدي. انا ما بدي احصر. انا ما بدي احصر. ايش كمان اسئلة؟ يس. اذا واجهنا مشاكل مع بعض كيف نتعامل فيها؟ هاي مش حضرناها بالرابعة؟ انه قالوا ايش المعادلة اللي نتعامل فيها مع الضغوطات والمخاوف، وتمرسوا عليها بالمرحلة الرابعة عشان يكونوا يفوتوا على المرحلة الخامسة متمرسين. رح يجيهم مشاكل تانية جديدة تمتحن هذا الاتفاق، بس قلنا بالمرحلة الرابعة من اساسيات المرحلة الرابعة التفاهم على هذا الموضوع. بس ايوة بالضبط، هون مرحلة التطبيق الجد. 100%. مين كمان؟ خلينا ناخذ وبعدين برجع. معتز. لا
ما بعرف الاسئله الكبيره في موضوع الزواج اللي هي الخلفه من الشغل. الشغل ايش الشغل؟ في مهام الشغل. هل بدي يعني هل الاثنين حيكونوا عاملين ولا لا؟ اوكي. في مهام في الحياه الزوجيه، في مهام في البيت وفي مهام برا البيت، وبس يجي الاطفال بتزداد المهام. هاي تفاصيل احيانا بصير عليها خلافات. صحيح. فانا اظن هاي من الاسئله الهامه. اوكي. لازم زيد. أنا بالنسبة لي ما بعرف إذا في منطقة اسمها الوعود. هلا بالنسبة لي الوعد هو جزء من الاتفاق، بمعنى لما ممكن تغلطوني، لما اتنين بيتفقوا مع بعض التنين يوعدوا بعض إنهم يحافظوا على هذا الاتفاق. يعني فواحد رح اعمل لك، رح اسوي لك، رح اعيشك بالجنه، رح اطبخ لك كل يوم. يعني هاي الوعود اذا برا الاتفاقات، يعني برا سيناريو الاتفاق، بحس انه حلم. يعني ما اطوق اني اعمله، بس هل فعلا رح اعمله او لا بعرفش. اوكي. اما في اطار انه التنين نتفق مع بعض، فهو بالنسبة لي وعد. ما بعرف إذا بتغلط، إذا هذا ديبيت، يعني هذا حوار. يس. نعرف شو المساحات المشتركة وشو المساحات غير المشتركة، كمان هي شغلة. أوكي. النقاط الحصرية في سيروك العلاقة والنقاط غير الحصرية في سيروك العلاقة مع الطرف الآخر. يعني مثلا ما بروحش مع السينما مع حدا غيرها، أو ما بروحش على السينما من غيرها، ما بتعشى من غيرها، ما بصير مثلا تفصيلة معينة مع شخص آخر غيرها، سواء ذكر سواء من نفس الجندر او من جندر مختلف. حتى هاي برضه ممكن تكون يعني نقطه تحت النقطه، يعني برضه طبيعه العلاقه مع كل جندر بتتعامل معه. شو المساحات الحصريه، شو المساحات غير الحصريه، هاي التفاصيل الصغيره بكل اتفاق. انا برايي الشخص يكون واضح في الموضوع هذا، ما يترك ما انت فاهم، ما هو انت الموضع الطبيعي سواليف الضربه، لانه بالاخر بطل في موضوع طبيعي مع وجود الكثير من النماذج والثقافات اللي انت ممكن تكون مطلع عليها الان. يعني بطل نموذج الاهل والنموذج. لا، موضوع كثير صغير ببين، بس كثير مهم. والدليل اليوم تطور مفهوم العلاقات المفتوحه، مثلا صار مفهوم مطروح الطاوله بدل ما كان مثلا مفهوم غريب نوعا ما. يس. يس. اهلا وسهلا. والله بس اللي فهمت بكلامك انه في اربع مراحل مستقبل من ضمن العشرة. كتجربة شخصية برأيي إن بعد أربع مراحل من الصعب أن تحدد أسئلة للطرفين، لأن مقصورة مسبقا للطرف الآخر أو تصور مسبق للطرف الآخر، فبالتالي تختصر الأسئلة. لكن كارتباط وزواج وبناء أسرة جت في مخيلتي سؤال واحد، انه كيفية التصرف في حالة اختلفة وجهات النظر في تربية الأولاد. اوكي. كيفية التصرف لو اختلفت وجهات النظر في مساحة الشخصية بكل من الطرفين. فأعتقد هذه كأسرة وكبناء أسرة تعتمد على هذه الركائز إذا قرروا الجميع يستمروا. بس كأشياء أخرى أنا أشوف إذا تبقوا على الاستمرار مع بعض ممكن يتجاوزوا، يعني الاثنين ممكن يتجاوز اذا خطا من الطرف الاول او خطا من الطرف الثاني، ممكن نتجاوزها اذا اتفقنا على الفكره على غنيه تربيه الاولاد والمساحه الشخصيه لكل طرف. يس. برضه في شغله الزواج، انا برايي شخصي الزواج تحديدا مش ارتباط بشكل عام، الزواج تحديدا هو مش علاقه بين شخص وشخص، وعلاقه بين مجتمع ومجتمع، عائله وعائله، او
مجموعه كتله بشريه وكتله بشريه. فبالتالي هذول الستيك هولدرز اللي بنفوتوا على هاي العلاقه كل واحد فيهم شو دوره، كل واحد فيهم شو المساحه اللي بيتدخل فيها، كل واحد فيهم كيف الطريقه تو انجيج ذم على هذا اليونت الجديده هاي اللي صارت اللي هي شخصين مع بعض. اوكي كل واحد فيهم مش من العائله مش من الاصدقاء مش من المساحه اللي موجوده من جانب العمل مثلا، مش من المساحه اللي موجوده من جانب انواع اخرى من الشغل غير العمل بتكون موجوده في حياه كل شخص. كيف كل وحده فيهم تدخل؟ يعني مثلا ما ينفعش والله انا والله مريض بالسينما كثير بحب السينما فاروح على السينما 5 مرات مثلا في الاسبوع وهي تكون اوكي او مش اوكي ما بعرف. مش يكون الموضوع وكانه هذا الشيء الطبيعي اللي بتتقبليه، هاي فكره لازم نتقبله زي ما هو، يعني انا بشوف فيها شويه مبالغه يعني مش نتقبله زي ما هو. كل انسان موهوب انت زي ما هو في عليه عيوب كثير يعني. اوكي. في تشذيب، انا ما بحكي لك تتغير انت بس في تشذيب لبعض التفاصيل بما يناسب كل مرحله من مراحل حياتك او كل طريق انت بتختار بحياتك من بين طريق الارتباط. اوكي. قبل ما نروح هلا في شغلات بدي يكون بعائلنا انه هم مروا بتجربه، يعني في 4 مراحل تعرفوا على بعض، عرفوا بعض، اتعرفوا على بعض بمعنى مرحله الاعجاب، عرفوا بعض التعارف، ومرحله الانتجري الاكس مش الاكسبيرمنت، المرحله الثالثه اللي حبينا نشوف بعض اكثر، والمرحله الرابعه اللي بدنا نشوف بعض بشكل يومي وحبوا بعض. خلال هاي المراحل في اشياء زي ما قال احمد، في كل الضغوطات الخارجيه اتفقنا كيف نتعامل معها، دور كل واحد بالتالي ايش الحد تبعه، الجندرات المختلفه الجندريات المختلفه والتفاعل معها ضمن اطار ما المقبول مش مش مقبول بيناتنا بالمرحله الرابعه، يعني وطبقناها بالمرحله الرابعه. خلاص بس في شغله هون احنا انتقلنا من سؤال الواي لسؤال الهاو. كان في عندي واي انا ليش بدي اكون معك، هلا في الهاو كيف راح اكون معك بالمرحله الرابعه، لانه المرحله الرابعه احنا تنين قدام المجتمع، يعني احنا ظهرنا كثنائي قدام المجتمع بالمرحله الرابعه، اتزوجنا بالمرحله الخامسه. اوكي لا استنى استنى المرحله العاشره هذيك مرحله 10 اوكي. فبدنا ننتبه اللي بتحكوه صح، بس ما بدناش نلغي الرابعه، يعني مش كل الاتفاقات تجهيز للخامسه، في اتفاقات وجربناها وعشناها وتمرسنا عليها بالرابعه. اوكي هلا رح نيجي على شغله ونبهتنا على إلها، هلا بنيجي عليها بعد شوي. رامي انا بحس اكثر الاشياء اللي مهمه بهاي الاسئله اللي بين الطرفين قبل ما يروحوا يتزوجوا اللي هي مفهوم الشراكه. كثير احنا في مجتمعاتنا العربيه وخصوصا في مجتمعاتنا العربيه يعتقد احد الاطراف انه لما بيجي بده يتزوج بده يمتلك الثاني، وانا بحكي عن الطرفين سواء ذكر او انثى، يعني المراه تعتقد ان هي سوف خلون تمتلك الرجل وانه هو ملكها اوكي، وممنوع يحكي مع حدا وممنوع كذا وممنوع هيك وممنوع تطلع وممنوع ممنوع، او العكس بيحصل انه الرجل بيتحكم بالمرأة وبيعتبرها كأنه هو اشترى شيء او امتلكه وحطه ضمن ال. عشان هيك مفهوم الشراكة تعرف بالضبط ايش يعني شراكة، والشراكة نحن ما بنقول انه شراكة معناته انه 50-50 تدفع انا بدفع لهم وانت تدفع لهم، لا احنا الاسلام اكرمنا والى اخره يعني اكرم المرأة، لكن الشراكة الحقيقية لما نيجي نربي طفل حيمشي رأيك ولا حيمشي رأيي ولا حيمشي رأينا المشترك اللي متوازن اللي بيكون بمصلحة الطفل. فور اكزامبل الشراكة في معنى مثلا ايضا كثير من الرجال يتحكموا باللبس المرأة، طب ما هي مرباية عند بيت اهلها وجيت انت ترتبط معها هلا بدك تغير لبسها وشخصيتها وتصرفاتها. نفس الشيء المرأة بيجي بقول لك خذي هذا الرجل وغيريه، ما بتغير لا بتقدر تغيريه ولا هو بيقدر يغيرك. الشراكة الحقيقية هو شخص مكتمل يقترن شخص مكتمل عشان يبنوا أسرة أو يعملوا كومبينيشن كتير حلو ويقدروا إنهم يعني تبقوا فادات، يعني عشان هيك أنا بحكي الشراكة لأنها شراكة بتدخل تحت مسمياتها كتير أشياء. صراحة الموضوع اللي طرحتيه صح، بس كلنا صرنا أذكى من هاي الكلمات، بمعنى الثنائيات اللي عم تتكون كلهم بيحكوا بموضوع الشراكة، الكل بيحكي انه احنا شركة، الكل بيحكي احنا شركة. اوكي
اللي بفوتوا على بزنس تنين بزنس بقولوا احنا شركة. هلا بفرجي هلا راح افرجيكم وين النقطة. هي بتقول له بكل المراحل انا ما بغير بكل المراحل كل المرات بتقول له انا اساسا ما بغير ويسترجي كان بغار بعده اوكي يحكي لا انا ما غرت هذا مختلف هذا اشي تاني عن الغير اوكي انا مشكلتي الاسلوب مش الموضوع هي شدة الملفات انا شخص متفتح دارس شايف داير اكيد طبعا لإلك حياتك الاجتماعية ولإلك حياتك بتحبي تشتغلي بتحبي تكامل الحرية احنا اثنين متحضرين مش زي غيرنا اوكي هم المتحضرين هم اللي ايوة فبالاخر ببين هذا بلا منه هذا مش مناسب هذا الوضع يعني لو اي محل تاني بيكون افضل شو بدنا بهالشغلة ممكن نستغني عنها بالاخر صرنا اذكى من انه نتعامل بالموضوع على مستوى انه نحكي بموضوع الشراكة لانه احنا متفقين انه احنا شركين اوكي وفي بعض الاشياء بنطبقها على اساس انه شركة اوكي زي مثلا ممكن نوقف بالمطبخ مع بعض ممكن نوقف فهينا شركة اوكي بس أنا... هلا النقطة اللي بدي احطها واللي هي كثير من الثنائيات بغض النظر وين كانت ان كانت relationships ولا غيرها اللي هي احنا متفقين على الشراكة صحيح ومتفقين على القرارات المشتركة صحيح بس دائما ضمن هذا الاطار في اختلاف وجهات نظر في بيجي وجهة نظر هون ووجهة نظر هون طب اختلفنا كيف بده يتكون الرأي المشترك ورجاء ما حدا يقول لي نيجي لنقطة وسط ولا واحد من الطرفين بده تو كومبرومايز اوكي هدول جوابين ما بدنا عيدها والله وجهة نظر من هون احنا قرارنا مشترك بس احنا عم نتناقش وجهتين النظر مختلفين عن بعض ناقضوا يعني يعني ما شغل انا اجاني انا سمية اجاني عرض عمل بالامارات اوكي يلا انت استقيل من شغلك اوكي عشان نطلع على الامارات العرض ممتاز ما بقدر شو اسمه نحكي بين بعض انا بقدرش اترك شغلي طب انا شو اعمل انا بدي الشغل صار في قرارين مختلفين عن بعض كيف بدنا نوصل لهذا القرار المشترك بدون من ليجح اكيد في حل وسط هو وحدا يتنازل شو رايكم احكي يس شوف بالامور هاي هاي الديمقراطية بدك تحط على جنب. اوكي. هون بيجي دور الليدر. اوكي. هون بيجي دور الليدر. هلا انت دورك تحاول بالبداية بالحنية وبالكذا. بس في لحظة من اللحظات بدك تاخذ قرار. اوكي. لازم يكون في صاحب قرار. هذا الحكي لازم من بداية العلاقة. اوكي. انه انت بتفهم الطرف الثاني. انا كرجل افهم هلا بغض النظر هلا اذا هو شخصيته تتتتي ترللي كيف تكون صاحب الفرق هو بدي لا انت هيك هلكتها لا ما لازم اكون ترللي لا لحظه طلع في الحياه في الحياه في الحياه دائما هلا واحد شخصيته يعني هيك تركيب الكون اوكي لما بقول لك يعني سبحان الله اجوا على قد بعض وهيك ربنا قدر يعني 90% من حالات الزواج فكك من 10% اللي بتطلعوا هذول 90% المرأة اللي زوجها شخصيته ترلل معها بتكون هيك هي 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 اجت هيك لحالها شخصيتها قوية فهي بتكون الليدر اوكي عرفت علي والعكس هو الصحيح ففي اللحظة هاي ما في ديمقراطية بضيع الوقت يعني ايش وايش يعني نروح بدل ما نروح على الامارات بنروح على السعودية بنص الطريق يعني اوكي اوكي طيب ايش كمان في بتناقشوا بتناقشوا هو لحد ما واحد فيهم يقنع الثاني إذا ولا واحد أقنع الثاني في عنا خيارين يا بنحكم حدا بيناتهم نجيب قاضي من برا يا إما فني أنا مع الفني أوكي أنا بحكي جد أنا مع الفني فاهم عليك يس هلا أنا بشوف إنه الاثنين يكونوا متفقين إنه بحياتهم
انه نكون مثلا نوصل دائما لقرارات انه احنا الاثنين نكون مرتاحين فيها. هلا لما اعرف انا شو اللي بيريحني وهو بيعرف شو بيريحه، الا نلاقي لكل كيس جو حل من غير ما انه انا اتنازل ومن غير ما هو يتنازل، من غير ما حدا يضحي، من غير ما حدا نقطة وسط. ممكن اي شيء انا عم بعمله هلا بيريحني اعمل هاي او اوصل لهاي النتيجة، هاي النتيجة فيها اكثر من طريقة بس بالنهاية عم بيريحني هذا، ونفس الشيء هو. بينما لما تنترك هاي عاينة فبتصفي هون لنقطة التنازل ولنقطة التضحية او انه وسط هاي اللي عم تسميها، فما بكونوا مرتاحين. زين علي، لا بنحض لسه اوكي تمام. مش احنا اوريدي بنحب بعض وما حدا بيحب للثاني الا كل شيء منيح. اوكي طيب، هذا الشيء اذا كان موجود المبدا، اذا كان مطبق، ما رح نوصل للكونفليكت اللي انت عم تحكي عنه. ما هو في شيء يعني ابويا تسرقني يعرف يعني عرفت يعني يعني اذا الشغله بتضر طرف، يعني اذا السفر مثلا او بفلل او يعني بهاي المرحله اظن كثير منيح انه نعرف يا بنكمل يا ما بنكمل. يعني بهاي الامور احنا يا بنكمل العلاقه كل شيء تمام، يا انا بحبك وبحب كل شيء بفيدك وهي نفس الشيء، وبالتالي وي ستارت بيلدينج العماره تاعتنا او الريليشن شيب تاعتنا، يا اما خلص. زين انا يعني المثال طرحناه، انا مش ضد انها تسافر اوكي، بس انها تسافر معناته انا بدي استقيل، فهذا ممكن يضر الكارير تبعي، فبالتالي احنا الاثنين خايفين على بعض يعني. بس هذا حابب شيء وهذا حابب شيء، فشو وبالتالي بدنا ناخذ هون يس. هلا انا لانه نحن لساتنا عم نحكي بالمرحله الرابعه، دائما الاشياء النظريه غير العمليه، عرفت؟ يعني يمكن نحن نيجي نحكي بهاي المفاهيم بس تصير المشكله، رح تلاقي different personalities from both. بس دائما اذا بنبلش بفكره بدنا نحكي بنحن غير عم احكي بس انا، يعني لما بدهم يبنوا زواج بدهم يبطل احكي انا بناسبني هيك والثاني انا بناسبني هيك، نحكي ايش بناسبنا وين التارجت تبعنا. يعني هلا احنا حتى بالدول لما نيجي نحطوا خطه او لشركه بتحطوها لخمس سنين 10 سنين، بدهم يبنوا خطتهم انه احنا من هون لعشر سنين بدنا نعمل 1 2 3 وبدنا نروح هيك، فهدفها وهدفه بده يصير كله ينصاف لنفس، يعني لها يصير هيك مشترك تجاه هذاك التارجت. فبرايي انه هن بيقدروا يتفاهموا بهاي الطريقه، فاذا هو قال انا عندي لقيت فرصه عمل وبده يتزوجها وحيطلع برا البلد بناسبك او ما بناسبك، فبتقول له انا عندي شغلي وكذا، لتقعد تفكر مع حالها هل عن جد هذا الشيء بناسبها؟ بعشر سنين تقدر تلاقي حالها مثلا هناك، او تقدر تبلش انها تغير خطتها وتبحث عن فرصه عمل معه مثلا في المكان اللي رايح عليه. فهيك بصير هدفها ان هي عم تكمل بالكارير اذا هي بدها فكره كاريرها، وبنفس الوقت هيك ما تعارض. يعني هذا الشيء اللي انا بحكيه اجين، المشكله دائما بالنظري، يعني اول ما يبلشوا بكون عم بيحكوا بالحب وبالمرحله اللي لسه انا اعمل اللي بدك اياه وسوي اللي بدك اياه، بس تيجي هاي الاختلافات بروح كل واحد بشد. يس صح، وحكيت في اشياء كثير مهمه هلا رح ارجعها باللي حكيتي. معتز، في اشياء رامي انا سلفا بكون عارف وقعها وعارف نتيجتها. المثال اللي جبته وكاني انا عارف انه بدي في احتمال على الاقل اني بدي اهدر، على الاقل في الاحتمال، وبالتالي انا ما بطرحه اصلا اذا ما عندي هاي النيه باني اهدم العلاقه واهدم البيت واهدم الشراكه بحد ذاتها. انا يعني سواء الرجل ولا امراه والله بدي اطلع، انا اجاني اوفر برا وخلص لازم اطلع، تمام؟ هو عارف سلفا انه قاعد بتخلى عن بيت وقاعد بتخلى عن مسؤوليات وقاعد بتخلى عن امور كثير. بس هذا بعد الزواج. لحظه، بعد الزواج طبعا عم نحكي احنا بعد الزواج. هلا هون الطرح مجرد، انا برايي مجرد طرح هاي المساله ان لم تكن الظروف قاهره انه الرجل يطلع يشتغل برا عشان يامن بيته، او العكس ان لم تكن الظروف قاهره ما لها معنى الا ها
هذا من العلاقة، هذا من الشراكة. المبرر الوحيد هو الظروف القاهرة لفعل منها. على فكرة كل موضوع عم تفتحوه يعني عم بعطي عناوين لثلاث أربع خمس جلسات من المواضيع المطروحة. هدينا عادين. مثلا هلا إذا هو قبل بالخيار إنه هي تسافر ويضل عشان ما يخسر الكارير تبعه، بيقدر يعيش هيك إذا هو قبل بهذا الشيء. إذا ما إذا رافض إنه يكون كل واحد فيهم ببلد، ممكن يشوف شو الإشي الأهم بالأوفر اللي إجاها، يعني هل هي رايحة عشان مصاري أكثر، هل هي رايحة عشان بوزيشن أحسن. ممكن تروح مؤقت لبين ما تلاقي بوزيشن أحسن هون أو مصاري أكثر هون، ترجع. أوكي أوكي. هون وبعدين أحكي أنا ذكرت نقطة من أكثر الأشياء اللي خلينا تهدم العلاقة فيما بعد في المرحلة الرابعة بالتام، اللي هي إنهم ما بيكونوا صريحين مع بعض. يعني هي ما بتسأل أسئلة أو بتوافق على أشياء هي عارفة ما بتناسبها، لأنه لأجل إنه مثلا خلص بدهم يتزوجوا، إنه كذلك الحال بالزلمة. يعني هو خلص بقولها إيش بدك، أوكي أوكي بمشي، وهي بتقوله أوكي أوكي بمشي، وللأسف إن هي بتكون مش قابلة. فالصراحة بإنه بناسبني وتنهدم العلاقة في هناك كتير أفضل ما إنه تقول إنه أوكي وتهدمها بعدين. تهدمها بعدين. والله ظل السؤال بس يعني ايش يعني بتهدم العلاقه؟ مش فاهم انا اليوم ايش يعني العلاقه بتنهدم؟ نحن ممكن نحكي تطلقوا يعني؟ لا بغض النظر انه يهدموها بالرابعه مش ضابطه او بيتزوجوا يطلقوا. معتز قال الزواج. لا لا يعني بغض النظر وين هم، اذا كانوا بالرابعه ينفصلوا، اذا كانوا بالخامسه يطلقوا. اوكي؟ يس. في شيء بعرفش اللي هم قبل كيف في علاقه، بس هو بزنس اللي هو انك انت في الاخر قبل ما تبلش العلاقه وهذا المشروع، بس علي صوتك عشان مشروع العلاقه قبل ما تبلش تحط نقاط عندك، انا بشتغل كذا، بعمل كذا، بسوي كذا، بعمل كذا، نقاط ضعفي كذا، نقاط قوتي كذا، شغال على كذا، بطور حالي كذا، وبتخلص من بعض الامور في حياتي بكذا. نفس الشيء الطرف الاخر تمام. هلا في امور غير مؤكده بتصير بعدين لاحق، بس هاي موجوده في الاخر. انت من قبل ما تسكن مع الشخص بتحرك هاي الشغله، وكيف كل واحد فينا بدنا نرد عليه لما يصير في كونفليكت من النوع. ممكن نرجع لهاي الشيء اللي احنا عملناها بالاول، ريسك ريسبونس بلان. انت في الاخر لو صار معي، لو انا انشغلت بطلت اقدر اشتغل، شو بنعمل مثلا؟ مثال، وهذا شيء وارد، هي فكره التامين وغيره وغيره. yes. وقيس عليها 100,000 شغل. فاحنا ممكن نعمل شيء انه نعملها ابديت اول باول، ونزيد عليها شغلات احتمالات يمكن ما صارت، وكل مره ما تصير، واغلبها يمكن ما يصير. بس بالاخر خليها، لو اجت فرص من نوع معين زي فرصه الشغل، هاي فرصه تعتبر، بس هي مش شيء مخطط له. كيف بتعامل مع هاي الفرصه؟ هل بقبلها؟ هل برفضها؟ هل بحملها بعيدا؟ في كذا ريسبونس ممكن يكون موجود. فممكن تتجهز شيء من هالنوع. بيوتيفول. بس بالنسبه لي ممكن تعلم. بالنسبه لي ممكن هي تختلف بين ذكر لا هناك مش سامعين. بقول بالنسبة لي ممكن تختلف بين ذكر والأنثى. يعني مثلاً كذكر هسا هو المسؤول عن البيت، عن المصروف، عن 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 عن. هو لما يجي أوفر يعني هو مثلاً يطلع على العلاقة كيف بده يبنيها، على البيت، على المسؤوليات اللي تنطرح له. بيختلف عن الأنثى، ممكن الأنثى بدها تبني كارير لحالها، منصب أو شغلة. ذكر لا، مثلاً يهمه مثلاً البيت كيف بيزبط فيه. بس طب ممكن ممكن هي اللي عم بتوفر كل الرفاهيه، يعني هي منصبها اعلى من منصبه مثلا واجاها اوفر، او يمكن هو يسافر وتسافر معه بعد فتره يتركها وتصفي بدون فلوس تحب مثلا. ما بقول حسب حاسيه الذكر والانثى. في مثال معروف على الموضوع، شاديه الله يرحمها. شاديه كانت الممثله المشهوره، كان معروف انه هي بدايات حياتها كانت تحب واحد، كانت رح تبطل تمثيل عشانه لانه كان ما بده اياها تمثل. بس هذا الشاب استشهد في قرن 48 وكملت وصارت ممثله اسطوريه. بس هي كانت اصلا ممثله صاعده قوه. هل الكارير تبعها اهم من الشراكه تبعتهم ولا لا؟ هون هاي كيف انت بتوزن الامور. يعني الموضوع ملوش علاقه بمين ماشي اوكي هي طبعا عامل مهم، بس مش دائما الموضوع مين انجح مين مش انجح. هاي امتى قرروها؟ باي مرحله برايك؟ هاي الرابعه، نهايه الرابعه. خمسه؟ ثلاثه؟ هون لما هم بيتعرفوا على بعض وكانت مستعده، بمعنى لما فتنا على العلاقة أنا فاهم، فهمنا أطباع بعض بالتانية. لما تعرفنا على بعض فهمنا هاي القصة بالمرحلة التانية. هلأ هون لهذا بدنا نركزه بعقلنا أهمية المراحل التانية معمولة عشان نتعرف على بعض، مش نستنى للرابعة لنتعرف على أساسيات المفروض كان عرفناها بالتانية. يعني
في اشياء براسنا بطبائعنا بكذا، في كان عندنا فتره ما نضيعهاش كلها عصير برتقال، يعني في وقت لعصير البرتقال، بس في اوقات احنا نشرب عصير البرتقال يعني نتعرف على بعض في اشياء مهمه. فشادية هون عرفته هذا بالثانيه، يعني مش يلا نتزوج على فكره انا بديش اياك، لا تو ليت هلا تيجي تحكي هذا، يعني احكيه اول ما تعرفنا على بعض. اوكي في ايد كانت يس دائما احمد يا جو احكي. ممكن انه في شغله بدي احكيها انه لو هي مصلحه العلاقه العامه تكون اهم من رضا واحد من الطرفين. اوكي. فعشان انه والله انه هم يتمنوا بعض، انه والله هي مصلحه هاي العلاقه، مصلحه هاي العائله اهم من رضا واحد فيهم. اوكي. فممكن لا بدنا نعرف شو معناه مصلحه، مصلحه العائله. بالبزنس التنين الشراكة، وهون بيزنس عم نحكي، تصوروا يعني لوين، ايش هو الاشياء اللي مش عم نعملها. اوكي لما بكونوا اتنين شراكة بكونوا برضو فرحانين انهم فتحوا شركة، بس في اشياء مش ضرورية مش متفقين عليها، هي اختلاف وجهات، هم صوت هون وصوت هون، طب هذا صوته هيك وهذا صوته هيك، شو نعمل، وين نروح بحالنا بالبزنس. اوكي في حل من حلين حكى واحد منهم محمد. الحل الاول انه يقرروا مين له ال ايش بسموه له اسم هلا راح عن بالي أبرها. لا خليه أبرها بس له اسم تاني، الصوت اللي بيقرر لما نختلف هم بيتفقوا بين بعض الشريكين. اوكي إله الصوت ولا إلي الصوت؟ صوت المرجح. أيوة المرجح. أوكي بس بمجتمعنا. لا لحظة قبل ما المجتمع، ما بدنا نفوت على المجتمع، ما بدنا نفوت على. أنا عم بحكي بيزنس هلا. أوكي شوفوا إيش اللي مش عم نعمله بالبيزنس. فأول إشي بدهم يعملوه لما بدهم يختلفوا يقرروا مين صوته المرجح. أوكي ممكن يروحوا more detailed. لما بتيجي على قصة finance legal أنت صوتك المرجح. لو بتيجي على قصة ماركتينج سيلز مش عارف شو انت صوتك المرجح، يعني ممكن يكونوا ديتيلد بهالصورة هاي. فبيقرروا مين الصوت المرجح بالقرار لما نختلف. اوكي هاي طريقة وتنكتب. اوكي تنكتب بمحضر اجتماع. الطريقة الثانية انه نعين واحد لما نختلف وجهات نظرنا نروح لإله، انا بحكي له وجهة نظري وهو بحكي له وجهة نظره، هو شو رأيك حكم. مش حكم بيننا، انت مع اي لو انت بالبزنس وين اي قرار بتاخد. فبيصير الصوت الثالث هو الصوت المرجح. هاي استراتيجيات ما بنقدر نيجي نمسك، انا حكيت مثال، الهدف تبعنا نخلق استراتيجية مش نحل المثال. فلا المثال هذا حلنا، طب طلعت لنا قصة تانية شو نسوي فيها. أوكي. وصلنا لنص الطريق، اتفقنا انه انت تشتغلي شهر وانا اشتغل شهر، اي إش حليناها، بس في مشكلة بعديها بدها تيجي. ان القصة تبعتي مش احل هاي المشكلة، القصة تبعتي كيف احنا كاثنين نخلق استراتيجيات التعامل مع المواقف اللي بنختلف فيها. ما بنعرف شو هو الموقف اللي رح نختلف فيه. اوكي بس اللي حكته سرعة مخيف جدا ولازم نحطه باعتبار. انه انا لما اجي اتفق انا لسه مش بالمشكله، يعني اجري مش بالنار، فممكن اجي واوقع. حلوه الفكره هاي انه نجيب حدا ثالث. مين الثالث؟ سميره. اوكي اوقع يلا. رحنا عند سميره، سميره بتخبص
سميرة بتدهورنا قاعد. اوكي يا اخي انا مش قادر اقول لك سميرة صوتت لي، بس انا مش طايق، انا مش مقتنع بالمنطق اللي صوتت عليه حتى لو صوتت على قراري. اوكي فبطلع خلال القصة بطلع. بس هون رح اطبق اللي ده نظرية اللي دائما بحكي لكم عنها اللي هي غطى السرير. شو هي رأيك؟ غطى السرير نظري. غطى السرير شرشر الغطى بغض النظر شو هو. احنا اهالينا احنا وصغار دائما يقولوا لنا رتبوا السرير تبعكم صح؟ احنا وجهة نظرنا ما انا بالليل بدي اجي انام ما راح اخربه. اوكي بس هو لازم يترتب حتى لو بدي اجي اخربه. وبالتالي نفس الشيء التخطيط ونفس الشيء ال 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 الاتفاق. التخطيط عمرها ما خطة بالعالم، وكل واحد عنده تجربته إن كان العملية أو الشخصية، فيش خطة انحطت ومشيت زي ما هي مقطوعة مفصولة. أوكي بس هل هذا يعني بلا منه التخطيط؟ لا طبعا. لا بدي أجي على سرير مرتب. كمان من الأمثلة تبعت الوالدة الشباك الوسخ. يعني وسخ على وسخ بقلب طينة. أوكي اما الشباك النظيف لما يتوسخ اسمه وسخ، بضل وسخ. اوكي فسهل انظفه. وبالتالي هاي حياتنا دائما بدها تكون نظيفه عشان لما يجي الاشي الوسخ المشكله التحدي اوكي اقدر احله. ما في خطه بتمشي زي ما هي وما في اتفاق بضل زي ما هو، مقطوعه مفصوله. بس هذا لا يعني اني ما اتفق وما يعني اني ما اخطط. وهدول التنين شوفوا بالبزنس ما بنسويها. سرى وقفتها هي بتقول بس احنا مجتمعنا، مش بس احنا مجتمعنا كل العالم. اوكي مش بس مجتمعنا، ما في اتنين بيجوا بيفكروا هيا نتحضر اننا نريد ان نتزوج او نسكن مع بعض حتى، وهيا نتحضر الى هذه. محدش بعمل فرحانين وبيزقفوا لهم والف مبروك ويلا بفوتوا، وكل مشكلة بتيجي بنحلها. يعني بس في مثل انجليزي we'll cross that bridge when we reach it. اوكي بس هذا مش مظبوط من وجهة نظر. وبالتالي كلايف كوتش واي لايف كوتش مهمته المساعدة على التخطيط مش ايجاد الحلول. اللايف كوتش مش مهمته انه يلاقي حل، واللايف كوتش رجاء ما يفتيش. مش في هيك برنامج أرجوك ما تفتيش. أرجوك ما تفتيش، اسأل أسئلة وساعد الشخص على التخطيط. هذه هي مهمته الوحيدة فقط. أوكي هل في حل ثالث؟ قلنا محكم وقلنا الاتفاق على صوت مرجح. برأيكم هل في استراتيجية ثالثة؟ يس ممكن الصوت المرجح. يعني ما بعرف إذا هاي الشغلة ممكن تصير في المجتمع أو لا، إنه مثلا هم الاثنين يتفقوا، مثلا واحد شخصيته قوية يتجوز واحدة شخصيتها قوية، تمام؟ هسا هو في مجالات هو قوي فيها، فهي بالآخر القيادة راح تكون له، الرأي راح يكون رأيه فيها، تمام؟ وفي مجالات تانية هي اللي قوية فيها أقوى منه فيها، يس. فبالتالي انه هاي الشغله راح يصير انه الراي لها مثلا هاي الامور مثلا هذا الحكي بتطبق ونرجع على ايش على نيجي نحكي زي ما نيجي نحكي المصلحه العامه او مصلحه العائله هسه تمام اللي هي خلص راح تكون اللي هي فوق كل شيء. هذا بدنا نجي، هذا راح نيجي قصتنا لانه انتوا الاثنين حكيتوا سرى واحمد. يس يعني نهم عم نعمل شغلة في الصوت المرجح يمكن مش بالمرحلة الرابعة يمكن بالمرحلة الخامسة. بس علي صوتك لأنه مش سامعينك. عم نعمل شغلة في الصوت المرجح اللي هي الطبيعة البيولوجية للذكر وللأنثى. الطبيعة البيولوجية أوكي. نعم. يعني بمعنى إنه هلا مرات الصوت المرجح يكون أول طفل، عرفت علي؟ فطبيعة الأمومة هي بالغريزة بغريزة الأمومة بتتنازل له. ما فهم يعني بده يسافر على السعودية حلو، وهي مثلا
خلفت الولد هذا. حلو. لو انها مش مخلفة بيكون قراراتها اسهل من لما اجى الولد، وهي كتير بتتحكم في العلاقات. عرفت علي؟ اللي هم بيقولوا كسر ظهر المرأة. وهو على رأي حلطاها مش معزوم، ما الولد ابنه كمان. الناحية البيولوجية تبعت الأم غير الناحية. هلأ هون بنيجي للحكاة أحمد. الصوت المرجع. رح أجيك سرعة. وعروبة. أوكي أنا في كتير إيدين مش عم بروح لها. أوكي. وهي وردي علينا. طيب خليني بس أرتب هاي القصة. اللي حكيته أحمد وهون كمان اللي أشار له سمير. اللي هو الحل اللي قلناه، انه بيتفقوا اذا ما بدهم يتفقوا على صوت مرجح على كل الاختلافات، يقولوا مصروف البيت والاولاد لما نختلف بوجهات النظر وما وصلناش لقرار مشترك، صوت اكس هو المرجح بالامور اكس واي وزد التانيين، صوت واي هو المرجح. فممكن يفصلوها هذا التفصيل. يس. وهون بروح على هذا يعني بهاي الشغلات ممكن لحالها بتيجي. يس. بس نخطط لها من قبل. طب رح اخذ الايدين قبل ما اروح على الايد الثانيه. رح ابلش من عند عهود عشان ما حكيتش نهائي. لا امسح كمان. لا ما في. طب نروح عند عروبة. هلا بس الصوت المرجح يعني هو شوي تريكي، لانه ممكن الواحد يوقع بقصه اذا تكرر الصوت المرجح، ممكن في لحظة من اللحظات الطرف الثاني يحس بقصة التنازل والضحية. كيف كيف والله ما الصوت المرجح حتى لو احنا متفقين، ما احنا لما نتفق بالفضاء وساعة الأنس، هلا لما تصير مشاكل واحس انه اكثر من موضوع اجى هاي وبدناش نغيبها فعليا باي طرف من الاطراف، واذا كان مارق وكانت هاي الصوت المرجح بقضايا شوية قوية، فانا بحس ممكن احس لحظة من اللحظات الصوت المرجح عنده 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 وعم بروح، فانا يعني انا طرف خسران. انا في لحظة من اللحظات بني ادم ممكن للحظة اشعر بالضحية، فانا اكون مثلا مش مبسوطة او متضايقة. في هذا كتير شعر كتير رفيعة بين هاي القصة، كتير مهم لازم ينتبه لها. صح. او احس انه خلص بالقوة، وفي نفس الوقت هو شوي شوي ممكن يجي عنده شعور ويصير عنده ينبنى جواه انه هو اللي صار ياخذ انه هو والله الحكيم والامر في هدول اشياء كتير خفيفة بس لقدام 100%. هلا في كتير اتفاقات بنفوت فيها واحنا مفكرين حالنا عظيمين، هيو بعد كم ايه هذا انا فلمت. شو الاتفاق انا فاي زي ما قلنا اي اتفاق بتراجع يعني يراجع من الطرفين، وبحكي هذا الشخص اقول لك صحيح انا اتفقت بس انا هيك هلا عم بحس انه واحد يعني دام الاتفاقات بتتراجع يعني فيش اشي محفور بالصخر بنقدر بتغير. الشغله الثانيه اللي بدي اقولها احنا مثلا بهاي النقطه احنا برضو كمان غيرنا، احنا عم نحكي احنا عن شخصين بس غيرنا وجود هاي النقطه الشيء المشترك اللي بيناتنا هي العلاقه في لحظه من اللحظات، وهذا كتير مهم لانها بلشت عندنا بالرابعه. اوكي يعني مرات مثلا انا بدي هيك وهو بده هيك بس العلاقه بهيك شيء ثالث، طب هاي مش لازم نحطها بالحسبه. هذه بالنقطه الثانيه رح نجي. عرفت؟ ما هي لازم نحطها بالحسبه. انا بدي شيء وهو بده شيء بس العلاقه اللي بيناتنا وظروف العلاقه الحاليه بدها شيء عاشر بالاستراتيجيه. يس. الثانيه اللي رح نحكي فيها بسرعة. انا رح احكي بنقطتين. اول شيء كلمه الصوت المرجح رح اغير مصطلح الصوت المرجح اذا بتسمح لي لشيء اكبر من هيك هو اسمه المرجعيه. احنا الدول دائما اذا كان فيها مرجع او مش بس دول سوري حتى احنا اشخاص كل انسان لازم يكون في له مرجعيه. بدي احكي عن عاداتنا ايام زمان العادات التي عن جد نحترمها كل حدا له شيء له كبير كبير احنا بنقول أيوة. للاسف اليوم عم تختلف هاي المفاهيم وعم نحس انه لا او كذا، لكن حقيقه انه انجح العلاقات الزوجيه واقلها مشاكل او ايجاد لحلول في المشاكل هي عندما يمتلك الطرفين مرجعيه. يعني لما يختلف الزوج والزوجه لازم يكون في مرجعيه والمرجعيه تكون من الطرفين، اما
شخص من أهله إما شخص من أهلها. مين بيمون عليها؟ دفنت لي حدا من أهلها. مين بيمون عليه؟ دفنت لي حدا من أهله. لما تكون في مرجعية وهاي المرجعية تكون خلينا نقول تمتلك ميزات إلى أو صفات شفافية، حيادية، عدالة، يعني هاي اللي بنحكي عنها صفات، مش إنه والله أمه فأمه معاه وهديك أبوها فأبوه حينقلب ضده. نعم لازم يكون فيه هاي السمات اللي هو الصوت الثالث، اللي هو الصوت الثالث، بس خلينا نقول بمصطلح احلى اللي هو اسمه المرجعيه. المرجعيه والمرجعيه تتصف بسمات معينه. والحلو كمان انه بوقتنا هذا موضوع المرجعيه كمان تطور، صار في شيء اسمه لايف كوتش، صار في شيء اسمه فاميلي كونسلر، يعني له صفات. بالضبط في له 100% في عنده ترانسبيرنسي في التعامل. ما عنده انا ما حوقف مع هذا الطرف او ضد هذا الطرف. هاي شغلة. الشغلة الثانية انه واحدة من الاشياء اللي بحسها، هلا انا عم بتدرب محاماة شرعية وعم بنزل كتير على المحاكم الشرعية، معظم المشاكل اللي عمالها بتصير في المحاكم بوقف انا بكون قدام القاضي مثلا عم بشوف بتخانقوا بتكونوا حبايب والى اخره، بتوقف قدام القاضي بدوش اعطيها نفقة، بيعطي نفقة للاولاد يمكن عندها عرض اولاد ثلاثة اولاد ولا مش عارفة ايش، بيعطيهم 25 دينار نفقتها للست بتكون 45 دينار. طب كمان انت تزوجتها اوكي وكنتوا بتحبوا بعض، ليه ما اتفقتوا من قبل على هاي الامور؟ انه عندما يحصل الخلاف كيف حيكون تعاملك؟ حيكون محترم ولا حتكون غير محترم؟ الاثنين بيخطئوا، هو حيخطئ وهي حتخطئ، لكن كيف حتكون ليتر اون؟ الشغله الثانيه اللي هي المدارس. احنا هلا بعالم يمكن هي بتكون متزوجه لسه مش فاهمه شو يعني كذب والى اخره، لكن بتروح على المحكمة تختلف بقولها هي هو بده حكومة وهي بدها خاصة. يا عمي اتفقوا، أنا بناسبني أدرس ابني مدرسة خاصة، بناسبك ميزانيتك بتعمل هاي اللي حكيناها. إيش الأشياء إيش الأسئلة اللي نتفق عليها قبل فكتير حلو عن جد لو كتبنا. إحنا هون ما بنكتب ليش خلص بيتزوجوا وبيحكوا وكذا وشعر وما شعر وهيك ذاتس إت. يس معتز معتز. إحنا عم نحكي عن علاقات عاطفية بين اثنين. يس أنا برأيي وجود طرف ثالث أو صوت ثالث بداية النهاية. أوكي. وأنا مش مع قصة لا صوت ثالث ولا مرجع ولا محكمة ولا دخول أي قرار. أنا بلجأ هون لشيء آخر. يا أخي شو رصيدي عندك؟ شو رصيدك عندي؟ شكر مالك شكر مالي؟ وين راحت ثالث؟ لا هون يعني هون في أشياء مش ملموسة. أنا ما بقدر أجي أخذ نموذج بزنس وأطبقه في الشراكة على المشاعر وعلى اثنين المفروض بيناتهم على تعاطفية. وجود طرف ثالث أنا بدي أصر على اللي حكاه محمد، بدي إكسيت استراتيجي وأفكر بالطلاق سلف وبالانفكاك سلف. يس هلا هون مشاركة شوي القصة رامي، يعني مش بهالسهولة. لا شوف لا مش بهالسهولة نهائي. وبالتالي هالاثنين مش لازم يدخل بيناتهم حدا اوكي مطلقا اوكي حتى بعد الزواج اذا ما قدروا يحلوا مشكلتهم مع بعض انا برايي ما في حل، وصارت بالحياه كلها صارت جافه وصارت بطلت علاقات عاطفيه بنحطها ب بنطلعها من العلاقات العاطفيه بنحطها بتصنيف اخر. اوكي زين كنت رافع ايدك. انا بقى انه الاثنين بيقدروا يعرفوا اوكي ولما بلشوا اصلا علاقتهم قبل ولما خلفوا موضوع المحكمة وقصص كل المشاكل هاي. طب ما في أصلاً قبل ما تقرر يعني هو كل بالنسبة للزلمة أو بالنسبة للمرأة كل العلاقة فشلت، هو بالنسبة إله بصير مش قادر يحط أي إفر لا له غيره ولا إلها ولا إلها إشي، عشان هيك بصير أو بغض النظر مين الحكم أو هو نفسه الشخص بصير بده حكومة لأنه أصلاً بدوش يحتاج إفر لأنه بالنسبة إله الموضوع كان فاشل. أنا شخصياً مش راح احط بريفرنس على صوت مرجح مرجعية هم التنين يوصلوا، مش راح احط استراتيجية. انا عم بقول هاي هي الاستراتيجيات الموجودة، كل تنين يشوفوا ايش بناسبهم. يعني هاي هي هذا اللي بحاول اقوله. بس والنقطة الكي مش انه اجي اقول انو افضل فيهم، الكي انه نلاقي واحدة فيهم، انه نجهز نتفق على كيف ان نتفق على ان على كيفية عدم الاتفاق. هاي كيف الحين مشاكلنا هاي؟
يس كنت رافع. هلا في نقطة ثانية بضيفة هون، نتفق على طريقة حل هون واحدة من الخيارات اللي بتصير في حل المشاكل والطرفين، اللي هي انك تشوف نموذج مشابه وتجربة مشابه، تستعيد تجربة مشابه وتشوف لوين راحت وتشوف هل النتائج كانت مرضية للطرف اللي بفضل اوبشن اي او اوبشن بي. خذ الاستعارة هاي كلياتها، خذ أكثر من نموذج، كل واحد رح يجيب النماذج اللي بتدعم 100% وشوف كانت ظروف كل واحدة فيهم، أي واحدة فيهم أقرب للنموذج أو لطبيعة المشكلة، لأنه فيش شيء جديد تحت الشمس، يعني أي مشكلة بتصير هي صارت مع حدا آخر في مكاننا. النقطة الثانية هون بس لما نحكي عن مفهوم شراكة البزنس، مش دائما البزنس هدفه فلوس، في كثير من الأحيان بكون البزنس هدفه مش تاني غير الفلوس. في بزنس معين النتيجة المرجوة منه شيء تاني غير الفلوس، فبالتالي إذا بنتعامل مع الزواج اللي هو بزنس مش إهانة للأوافق للارتباط العاطفي، اللي هو إهانة اللي هو بزنس هو مش إهانة للارتباط العاطفي، بالعكس حتى على الأقل البزنس أكثر عقلانية لو صح التعبير من العلاقة العاطفية، العلاقة العاطفية أنت في الآخر بتعطي شيء عشان تاخذ شيء. هي هاي الفكرة من كل العلاقة العاطفية. يا فرويد أنت. لا مهما بين الموضوع والله نبيل وأنا نفسي تكوني سعيدة وبس وبصر، لا حكي فاضي، أنت نفسك أنت تكون سعيدة، مش نفسي تكون سعيدة. أوكي. يعني هاي الفكرة هون، نوصل لهاي النقطة في الأخير. والأسس اللي بنت العلاقة العاطفية هل هي أصلب من التغيير ولا أضعف من التغيير؟ جيد. كريمان كنت أنا رايح شغلة ثانية، مش بس حكم، هي التحكيم يكون فيه، ليش لا؟ بانل. لا لا فرين جيب كل الناس، جيب كل الناس سوا يا جماعة نعرفكم مشكلتنا، أنتوا تناقشوا فيها قدامنا واقنعونا. يس ممكن نعمل منه رياليتي شو كمان. المسامح المسامح كريم وصوته. ما كأني كنت شايف ايد ولا لا؟ ايدي. لا انا شايف ايدك بس كأنه شفت ايد هيك. لا اوكي يلا سلام استاذي. سرعة سرعة حكت نقطة مهمة جدا، انا بحكي لك اياها كتجربة شخصية. هلا انا طبيعة عملي كان انه انا في طابع والمحكمة الفوقية بطابع، فييجوا عندي القضاء وييجوا عندي المحامين، انا كنت في دائرة الاراضي ونطلع محكمين. كان يحكوا لي القضاء يقول لي في شغلة غريبة، انه اغلب الحالات الخلاف المستعصي ما فيش الطرف الثالث. حكى ليها بطريقه ثانيه، قال المجتمعات القبليه والمجتمعات القرويه عندهم كبير، فنادرا جدا ما يجوا على المحاكم. طبقه المدن واللي هي الروابط فيها مش قويه كثير، اول ما يختلفوا بركضوا على المحامي وعلى المحكمه. هاي ظاهره، اذا المرجع مهم كثير. مرات الروس حامية بتكون، خاصة إحنا يعني المجتمع الأردني بالذات. أنا بضبط يعني أحكي لك تجربتي، بنتي أنا هاي لها 8 سنين متزوجة، أول سنة عبارة عن 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 حرب ضروس، هو راكب راسه وأبوه راكب راسه وبنتي راكبة راسها، أنا كنت الطرف الثالث. هلأ اللي بيجي بطلب الجاه وهذا بهره، اللي إجا وقرع على سارة اللي قالت بخطب وبيحكي شعر تدور عليه ما بتلاقيه، مش العنوان. أوكي عمي طب أنت جيت وحكيت لنا كذا كذا كذا، فأنا كنت الطرف الثالث. الطرف الثالث مهم جدا للروس الحامية، لأنه خلص أنا زلمي وحكيت كلمتي وأبصر شو. فأنت تكسير بتعمل كومبرومايز، يعني تكسير تسهل الأمور، تنكش من هون تنوخ هون الأمور بتمشي. هلأ ليش أنا دائما بحكي عن الناحية البيولوجية؟ الطوش بعد الولد الأول خفت 50%، الطوش بعد الولد الثاني خفت صاروا 80%، لما كبروا الأولاد وصار مدارس فيش طوش، فيش طوش. طرف المرجح دائما بيجي مع العلاقة اللي هي بدك تصبر عليه. الطرف الثالث مهم جدا بالعلاقة العاطفية. طبعا أنا مع معتز بالعلاقة العاطفية، أنا بحبها وبتحبني وكذا، بس شو بده أقول يعني مشاعري كذا، أما لا بعد الزواج طرف ثاني. النقاش على بيجي، النقاش اللي تناقشناه ولا كنت حاطه بفكري على فكرة. يعني مش هاي خطة الجلسة أساسا، ومش هذا موضوع خطة الجلسة، هو عصب ذهني. وينه محمد؟ راح يجيب قصص من الجوجل. لا بس حلو الحقيقة الموضوع كان له خص بالأسئلة. وكان السؤال الأول، أنا ليه حكيت لمحمد خربتها، كان السؤال الأول كيف بدنا نتفق على الانفصال.
يعني قبل ما نفوت المرحلة الخامسة بالمرحلة الرابعة وإحنا مقررين خلاص ياي حبينا بعض ويلا بدنا نعيش مع بعض أو بدنا نتزوج أوكي. طيب لما نختلف ونقرر إنه خلاص ما بدنا بعض شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل مع بعض وببعض؟ هذا كان السؤال اللي بدي أسأل. يس بالكثير من الكونتراكتس بزنس بدي أرجع معلش دائما آخر واحدة بقول لك وفي حالة الخلاف بيقرروا أي محكمة يروحوا عليها وهل هي محكمة ولا تحكيم ولا يعني ومين القوانين الناظمة لهذا الاتفاق أوكي؟ على الطرفين إنهم يتفقوا هلا ما بدنا نحكي من القوانين الناظمة وتحكيم وممكن بس على الأقل شو بدنا نعمل ببعض؟ إحنا حكينا نظرية السرير ما بدناش ننساه لا وأنا وإحنا وأكيد وحضريين بس نتفق يعني على الأقل إني بكون إذا حكيته على الأقل بعقلي لما بدي أصير شرير أتذكر إني في حكي حكيته للطرف الثاني ما حد بتذكر إيه؟ ما بتذكر لا لا كله بتذكر كله بتذكر وبيطنش كله بتذكر بس على الأقل يكون في إشي أقول لحالي ما أنا حكيت هيك أوكي؟ فأول سؤال الأسبوع الجاي بدنا نحكي فيه هو كيف بدنا ننفصل؟ كأول أسئلة ما عشان هيك قلت لك خربت لي إياها يا أبدا من أولها أعطيتني إياها بحب هذا السؤال هو من وجهة نظري صعب أقولكم بصراحة يعني كمان ما بدنا نكون نظريين إنه يجوا تنين يحكوا بهذا الموضوع بجدية مش إشي سهل لسه هو عالم ما هلا بجيك ما انا مش قادر اتخيل حياتي لا 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 جد لا الموضوع جد اكثر من هيك شوف لما بدهم يحطوا خلينا لحظه لما بدنا نيجي احنا التنين نحط حالنا بسيناريو انه احنا بدنا ننفصل هاي الطلعه مش حلوه يعني احنا طالعين طلعه هاي الطلعه مش لذيذه خاصه في هاي المرحله يعني بالضبط فالموضوع مش سهل من وجهه نظري ضروري جدا من وجهه نظري اوكي بس كمان الموضوع ابدا مش هين الطلعه رح تكون وما بعد الطلعه لسه ما بعد الطلعه الشكوك اللي رح تتوارد للطرفين بعد كل الحديث اللي تحدثوه اوكي الموضوع السؤال إيه؟ لا التنين بدهم يخطر على بالهم مش بدناش نقول فلان طرح السؤال يعني لا الحكي اللي حكوه على عبان ما وصلوا لاتفاق يعني ما احنا لما نوصل لاتفاق بدنا نكون حكينا فهذا حكى هيك وهذا شو قصده لما حكى هيك ما هي حكت هيك ما هو يوم ما راح مع بينت ميتها قد ما هو ضروري عم بقول أنا كثير وشي قريب على الكاميرا قد ما هو صعب فأنا ما بدي ألغي إحنا بنحكي بالنظرية ونعمل هيك إنه لازم نحكي بهذا الموضوع لازم نحكي بهذا الموضوع بس صعب جدا في إيد معتز وفي إيد سرى وفي إيد عروبة معتز رامي اللي تفضل فيه ومحمد أوكي اللي تفضل فيه أنا واثق بإنه نابع من واقع العلاقات واللي بنشوفه في المحاكم واللي بنشوفه في المجتمع عندما انا عندي وجهه نظر مختلفه اوكي قد يكون اللي حكيته انه ضروره ينطرح هذا الموضوع سلفا بس يا اخي مساله بالارتباط وبالاتفاق وبالزواج مساله الديمونه مساله جوهريه انا بنظري انا لما بدي ارتبط إذا في ذهني ديمومة ما بطرح هذا السؤال ولا بطرح هذا الموضوع للنقاش تمام؟ لذلك إذا طرح عم بضرب هون باللاوعي تبعي جوا بأنه في قدامي إكسل أنا في قدامي باب بقدر أطلع منه أنا هون بشوفها بقى
بتأثر على أصل العلاقة. أوكي. إذا كان هذا الأوبشن اندرس فهو أوبشن، أنا عم بحط أوبشن لنفسي مش لازم أفكر فيه في لحظة الارتباط. أوكي. هذا أنا بنظري مسألة جواب. سرعة. هلا أنا حختلف معه في هذا الموضوع، لأنه هي في فرق. بس علي صوتك عشان. حيكون في إشي اسمه الوعي، يعني أنا أكون واعي إيش المشاكل اللي يمكن تحصل، أوكي، وأحكي بهاي الأمور، فأنا بعتبرها من ضمن إنه هي نحكي بشيء وعي. هلا أنا رح أحكي قصة صراحة بتضحك صارت في المحكمة من ضمن الخلافات اللي حضرتها. واحدة متزوجة واحد بيسكلي، وهو رافع عليها قضية شقاق ونزاع، أوكي، وجاي شهود في هاي القضية. الشهود هن كأنهم عماته ساكنين فوقيها. واحدة من الأشياء اللي قالهم هي ما بدها تطلق وهو بده يطلقها. فواحدة من الأشياء اللي حكوا عليها، متخيل إنه بقولوا شهر ونص ما غسلت الغسيل وخربت له بالغسلة وعي. قديه بسيطة هاي الشغلة، قديه سخيفة، قديه مرات لما اثنين بيجوا بدهم يرتبطوا مع بعض ويكونوا بيحبوا بعض في المرحلة هاي الرابعة بتناسوا يحكوا عن هاي الأمور اللي هي التدخلات. اثنين، إنه قديه هو بده يتحمل منها الأخطاء، إحنا مش بيرفكت، وقديه هي بده تتحمل منه الأخطاء، وإنه الحياة مش بيرفكت، رح تخرب له أميس، هي مش جاي ممكن تشتغل. ليش حكينا عن موضوع الشراكة؟ لأنه هي مو جاي إنه جايين يرتبطوا مع بعض فكريا ونفسيا وعاطفيا، هي مو جاية بوحدة تطبخ له ولا تشتغل البيت ولا تغسل أواعي. If she's doing that، هذا إشي حلو. كيف إنه هو بده يحتويها وكيف هي بده تحتويه، كيف بدهم يتحملوا بعض ويشوفوا هاي الأخطاء الصغيرة حلوة بدل ما يروحوا فيها للمحكمة يحكوا. يعني أنا من لما جابوا شهود وأنا ما بعرف إيش عن قضية أنا عم بحضرها بيسكلي، دغري حطت الحق على الزوج بدون ما أعرف الست، أوكي، وعلى العمات لأنهم ساكنين فوقيها إنه بيسكلي غلط منهم وين تدخلاتهم. فأنا بس بدي أحكي على هاي النقطة، هي الاحتواء. أروح. هلا أنا كنت عم بقول، هل اتفاقنا وتفاهمنا على إدارة الخلاف تلغي هذا السؤال؟ لأني أنا بدي أعتبره نوع من أنواع الاختلافات اللي ممكن تمرق علي بحياتي. إذا أنا قادرة أنا وياه ندير أي نوع من أنواع الاختلاف، بقوم في النهاية هذا اختلاف. بدل ما مثلا ممكن أسبقه وينزرع زي ما حكى معتز، بدل ما هيك أحط إنه نتفق أنا وياه إنه ما في إشي اسمه ننهي العلاقة. هلا لما ما في إشي اسمه ننهي العلاقة مثلا، أوكي، بيصير العقل ينتج زي ما أنت كنت عم تخبرنا قبل، بيصير العقل ينتج حلول، مش دايركت أنا هذا خلاف خلص إحنا ما عم نصبط مع بعض، إحنا بدنا نروح لأنه إحنا متفقين سيستم واحدين ثلاثة. بس طول ما أنا عارفة إنه زي كيف مثلا، لا ما بننام وإحنا زعلانين، أنا ويا لازم نلاقي حل بأي طريقة بأي شغلة فعلا نحافظ مثلا ما ننام زعلانين. نفس الشيء هاي قصة الخلاف والطلاق مشان ما تكون، أنا رح أعتبرها مثلا نوع من أنواع الخلافات اللي بتمروا بأي مرحلة من المراحل، فهون مشان العائل ما يصير وقتها ينتج، لأنه طول ما هيك بضل بالعائل عندي إنه هذا الخيار، وممكن بأي زعلة خلص إحنا بدنا نترك. بس لما أنا ما عندي هذا الخيار وأنا لا بدي أظني محافظة على هاي العلاقة، أوكي، عقلي رح ينتج بكل، وأدرب عقلي على هذا الشيء، فعقلي رح ينتج بدل الخيار 10 و20 و50، لأنه إحنا عائلنا زي ما أنت حكيت إنه هو كسلان وعم بدي يروح لهناك. وخصوصا هذا بحكي في حالة إذا فعلا الاثنين واعيين واتفقوا كيف يديروا خلافاتهم، فهذا نوع من أنواع الخلاف. ليش أنا هلأ أسبقه؟ ممكن أخليه لبعدين. هاي وجهة نظري، إنه ممكن، لأن مش كل الناس عم تزبط معه. في ناس على طول من أول مشكلة بتصفي طلقني وأطلقك ومفيش استقرار. هاي يعني هاي بس رح أجي، رح أجيكم. في نقطة كثير مهمة من ناحية life coaching بدي أحكيها. شفتوا كم من مرة أنا كل ما أجيب سيرة ضرورة الاتفاقات دائما عم بقول من وجهة نظري. أنا كlife coach بساعد على التخطيط من وجهة نظري، رامي هون مش life coach، بعتقد الاتفاق على هذا الحكي ضرورة. إجا الكلاينت قال لي يا أخي أنا ما بدي أتفق على هذا الحكي، باجي كلايف كوتش لا أنت غلطان لازم، شو اسمه؟ لا طبعا بزبطش. هلأ أنا هذا الحكي بحكيه بتو سيناريوز، لأي لايف كوتش عم بسمع ولأي واحد عم بيروح للايف كوتش. أوكي،
اللي يعرف لوين اللايف كوتش بيوقف، بيوقف حكيه، بتوقف اقتراحاته، بيوقف الريكومنديشن تبعه. اللايف كوتش موجود يساعدني على التخطيط مش يعطيني وجهة نظر. ضروري جدا. يس علاء وبعدين بنمشي. بحكي من وجهة نظر انه حسب شو اذا كان عندك الحل من الاول موجود انه هذا في اكزيت او مهرب لإلك، انت ما مشيت على العلاقه زي ما بقول ستيب باي ستيب، يعني ما وصلت لدرجه الحب والكذا والكذا وكذا، يعني انت من الاول شايف ان العلاقه مش هتمشي. بسمي هذا الجون، يعني مثلا اللي بحط احتمال انه هننفصل، فانت ليه حاطط الانفصال؟ ليه زي ما حكيت عروبة انه في ممكن حلول، تعال نقعد نتشاور نحكي اي شيء بنحل. بس اذا انت حاط مثلا انه في اكزيت عندك اوكي، انا بدي افرق بين النقطتين. اوكي، في شخص شايف من البدايه علامات على انه هاي مش رح تكمل، يختلف عن شخص الامور حلوه ورائعه بس منطقيا خلينا نحضر لو صار فينا هيك. هدول مثالين يختلف حلول. هلا هي مدارس اوكي، بس انا المثالين بدي افرقهم عن بعض. هذا الشخص يختلف عن هذا الشخص. الشخص اللي شايف علامات انه هذا الاشي رح يخلص وانا مش رح اكمل، وحطها اعملها تمويه بعبارة خلينا نتفق، يختلف عن شخص شايف انه احنا امورنا بتجنن حلوة كتير اوكي، بس عشان نكون جاهزين لكل شيء خلينا نقول لما بدنا ننفصل ايش الاشياء اللي بدنا نعملها اوكي من هلا من اليوم. هدول مثالين يختلفوا عن بعض اوكي. فهذا المثال موجود وهذا المثال موجود. انا معك اذا هذا المثال عم بتغطى في عنا كارثة. يس، اذا انا شايف علامات وانه مش راح تكمل وماشي لقدام، يعني عم بعمل كوارث قاعد مش بس بحالي، بالشخص اللي قدامي كمان 100%. يس، بس ممكن انها تكون انه والله من بداية اي علاقة، بس علي صوت، ممكن تكون من بداية اي علاقة يحكوا انه والله في موضوع الاكزت اشي، يكون انه والله يجي نحكي بداية شو هيك انه الناس يعتبروها. اما اذا مثلا الشغلة مش هي نيجي نحكي فيه مراحل، فهي ممكن انه والله مثلا المرحلة الثانية المرحلة الاولى تمام، انه والله يكون يعني خلص هو مناسب الي او مش مناسب الي. فبهاي المرحلة انه الواحد يحدد. اما لما يمشي مشي كتير والله يصير العلاقة المرحلة الرابعة او الخامسة للعلاقة ويحكي هاي الشغلة، فسعيدها انه الشغلة يعني رح يصير فيه اتجاه عاطف نفس العلاقة تمام. يعني انا هيك شايف. وكيف احكي لك اياها، انت حكيت انه والله هسه بس فيها يجي نحكي نفس الوقت في نقطة جوهرية، انه مثلا في حال صار اختلاف تمام وصارت انه بالاخر في نهاية كيف لازم تنتهي هاي العلاقة. بس انه نيجي نحكي من ناحية ثانية انه والله ليش وصلوها لهاي المرحلة اذا هم ارتبطوا مع بعض؟ ليش ما يكون مثلا في ما بين، يعني هسا احنا كنا نحكي انه والله في مرات انه والله الرأي المرجح او الرأي راح يمشي تمام، لكن مثلا حكت عروبة عن شغلة الا وهي ايش، انه في مثلا اذا يصير في زي تراكمات اذا حدا من الطرفين تنازل عن اللزوم، فمثلا هاي التراكمات هي اللي بتخلي الشر يبين لما تنتهي العلاقه. مثلا على المثال اللي حكته في المحكمه انه والله غسيل او بصير اي شيء تافه يعتبره شر الواحد، عشان ايش في تراكمات قاعد بتصير من هاي النقطه انه فيش احتواء ما بينهم، او خلص في راي بيمشي في شيء بيصير في زي شغلات بتصير على مضض ما بين الاثنين. يس تمام. فالشيء انه ما بين الفتره والثانيه انه هم يحاولوا انه يكون في جلسة صراحة ما بين بعض، يكونوا متقبلين لبعض، يحتووا بعض يعني بين الفترة والتانية، أن والله تخفف هاي المشاعر السلبية ما بين بعض عشان الأمور تستمر. أوكي. بعدها آخر جملة هي شغلة بتحكيها عن موضوع فكرة الهابي أول، يعني أوكي. فكرة الهابي أول أصلاً وليش بيكون أسعارها مفصلة وكذا، هي هابي أول أنك تطلع أنت من المود كلياته. بس علي صوتك أكثر لأنه مش عم بسمعه. تمام، فكرة الهابي أول أنك تطلع من المود اللي أنت فيه شو ما يكون بسعر مقبول بالنسبة لك مقدور عليه ونكسر براحتك، يعني خلاص تطلع براحتك. انا ما بعرف يعني هو المشكله ما بين الشخصين مثلا
يدخلون سيجارة حشيش مع بعض مرة كل شهر ويفضفضوا يعني عارف لا هذا مثال مثال اوكي ودي حتكتبها ازاي لا 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 هي في ناس حشيشوا منه لا لا هي مجازية مجازية يعني يشوفوا هاي طريقة تذهب العقل ويفرطوا المشبح مع بعض ساعة رحمانية عشان يطلعوا لانه يتفضل في صورهم كلام مهم الموضوع سنة الغسيل مش قصة رمان قصة قلوب مجاني تكون مليون شغلة في مخك بدك تطلعها وبتنفجر على هاي النقطة النقطة الثانية بخصوص الاكزيت كرايتيريا اللي بنحكي عنها هون هذا الحكي انا برايي بنحكى عنه ولكن بعد تعريف مهم جدا للعلاقه شو الغايه من العلاقه لما تكون معروف شو الغايه من العلاقه اذا لم تعد هذه الغايه تحقق هذه العلاقه تحقق هذه الغايه وهي نقطه كثير مهمه ومش موضوع بسيط مش لاني حبيت ومش لا هو موضوع ابعد من هيك يعني مثلا المثال اللي حكيته هلا هو انه هو بده واحد يرسل له بالطبع هي ما كانتش فاهمه انه هدفه من العلاقه بده واحد يرسل له بده درايف زي ما بده قلت لك بده واحد ترسل له لا هو هيك فهم الموضوع لا سوره معك الحكي هو بغض يعني هذا مثال مجرد مثال ممكن في ناس يعني شخص اخر غير الحاله اللي هي تفضل فيها ممكن يكون هيك بفكر في مفهوم دارج مش عند جيل انا عند جيل اصغر مني حاليا مؤخرا كثير اللي هو فكره الريباوند ما شاء الله كانت على ايامها كانت كلمه نادره نوعا ما لكن الان صارت منتشره بشكل كبير ريباوند انا بطلع من علاقه وحكت لي اياها صديقه فتره بروح على علاقه ثانيه عشان اعوض العلاقه انا اصلا الطريقه الوحيده عشان انسى اكس اني ارتبط بواي هي بالنسبه لها هذا هو الشيء الصح طب ماشي هل انت صريحه مع واس هل انت موصل الموضوع لواي انا بنسى فيك اكس وقيس على انا بعرف انه تشعبت شوي زياده النقطه الثالثه بس لو موضوع الاكزيت كرايتيريا اتوظف انا برايي بيؤدي لعلاقه امنه مش بيؤدي لعلاقه خانقه انت في الاخر داخل في علاقه انك مبسوط فيها مش محاصر فيها اوكي مسار لا أنا أشوف إنه هذا السؤال مش دائماً ممكن تكون نتيجته يعني مفيدة يعني ممكن يجاوبوا عليه ويوصل لاستراتيجية بس لما تصير الشغلة فعلياً يمكن الشخص نفسه يتفاجأ بحاله إنه هو واحد ثاني 100% يعني قد ما يحكوا بس هذا الموضوع بحس انه مش دائما في ناس بتتصل بسبب كذا في اسباب ثانيه انا موافق معك صح مش كل شيء بنتفق عليه وقت ما تصير القصه انا راح اجي اطبقه راح اعطيكم مثال معناته هلا بجي راح اعطيكم مثال كثير بسيط اثنين بدهم يعيشوا مع بعض اوكي طب بس ننفصل انا تركت شقتي ورحت على شقتها اوكي فانا بطل عندي شقه لما نيجي ننفصل مين بيضل قاعد بالبيت هي ما بنعرفش اوكي اوكي في اشياء تفاصيل طب التلفزيون احنا التنين جبناه شو نسوي التنين مش متزوجين اوكي فانا عم بعطي اشياء اوكي بدها اتفاق بدها اتفاق بدها اتفاق يس انا يعني قاعد احكي هون هون في نقطة أنا بالنظري في نقطة وعي وأنا مختص في الوعي لازم نميز بين أسلوبين في أساس العلاقة وأساس الحياة الاجتماعية سمعنا أسلوبين إحنا 100% سمعنا أسلوب منهم الأسلوب هذا الأسلوب السائل في الحياة الأسلوب هذا هو الأسلوب الصلب في الحياة أنا تقليدي صلب محمد حداثي سائل أوكي المنطق اللي عم نحكي فيه احنا انت واحد حدافي سائل عفوا الحب السائل والحياة السائلة والخوف السائل تمن كله بتحكي عن هذا الموضوع انا عندي الخيار من البداية اناقش هذا الموضوع بالمنهج الصلب ولا بالمنهج السائل حسب الشخصيات اللي ايوه وبالتالي هون النقطة المحورية من البداية زي ما قال محمد إذا اثنين واحد حداثي واحد صلب ما حش هتظبط بالضبط هو هيك عم مش هتظبط yes. لازم يكونوا الاثنين من البداية أسلوب حياتهم أنا محمد ما بتخيلك تكون مرتبط عاطفيا بحدا صلب لا مش نقطة في تكمل لا لا مش نقطة نقطتين عرفت نقطتين هاي كولوم مش عارف التمييز بين هدول المنهجين ضرورة عشان أقدر أنا أعرف شو عم بناقش والمنطق اللي عم بناقش فيه
ايوه اذا انا تقليدي خلص رحت على التقليدي، اذا انا حداثي ما بتجوز. المشكله انه اذا الاثنين كل واحد من جهه بيعرفوا بعض بيعرفوا بعض بالثانيه بالمرحله الثانيه، يعني بالمرحله الثانيه والثالثه رح يبين معاهم. انا مش بس هيك، خلينا نقول مغناطيس، الموجب مع السالب، موجب وموجب بتنافر، سالب وسالب بتنافر، شخصيه قويه وشخصيه قويه رح يتقاتلوا ويتركوا بعض. معتز بيحكي العكس، لازم يكون الاختلاف موجود. معتز حكى العكس، لا لا خلينا نوقف هون، خلينا نوقف. طب ما اوكي رجعني قلبي انا شخصيا كثير انا شخصيا كثير استفدت من هاي الآلة. يعني انا يعني عندي يعني ماي بيليفز خلينا نسميها، اشياء بآمن فيها، اشياء بعتقد انها ضروره، اشياء بعتقد انها مش ضروريه، بس فعلا فعلا هاي الجلسه والحديث اللي سمعته يعني خلاني اعيد التفكير ببعض المسلمات اللي انا ماخذها بعقلي كمسلمات. يعني بديش اقول بديش اروح للاكستريم اللي اقول غيرت رايي، على الاقل شفت جديه الطرح الاخر. يعني شفت جدي انا فعلا واحد من الاشخاص اللي مع اني عمري ما سويتها، خليني اقول يعني، وفعلا النظريه تختلف عن التطبيق، عمري ما لقيت، وهون ليش بقول لكم صعوبه، عمري ما لقيت سيناريو صحي انها تنطرح، اني اطرح السؤال مع ايماني انه هذا السؤال ضروره، اوكي، بس عمري ما قدرت الاقي انه اقدر اطرحه ونقاش مريح. ما يعني عمري ما لقيت هاي النافذه اللي انفذ فيها انه how do we break up، يعني when we break up كيف، ما عمري ما لقيت هذا المنفذ، كان صعب جدا. يعني وبالتالي لما عم بسمع الرأي الآخر بعدم ضرورته والآثار اللي ممكن تجيبه على العلاقة، لا فعلا بدها يعني من طرفي أنا على الأقل بدها إعادة نظر، وخصوصا من تجربتي الشخصية اللي بتقول إنك أنت يعني بتفتي قاعد ولازم ولا طب عملتها. معلش اسمح لي بملاحظة هون، في أزمة، أنا بشوف أزمة هون هي أزمة الوسط. شو يعني الوسط؟ يعني أنا تقليدي وطالع على الحداثي، طب هاي مشكلة. يعني أنا أجري هون وأجري هون، يعني لا أنا لسه هون ولا أنا هون، هاي مشكلة، هاي معضلة. أنا بعتبرها معضلة لأنه في أشياء بفكر فيها بالصدق وفي أشياء بفكر فيها من الجهة الثانية، طب أعمل توفيق. وأظن هاي المشكلة اللي أنت هلأ طرحتها. أوكي. في ايدين طلعوا انا ما اخذتهمش، في ايد انا طلعت وما اخذتها من هاي الجهه. انا حكيت لا ما فيش اشي هون زين. يس. انا انحشرت في هذا الموقف وحكيت عنه انه او انحشرت بنفس الطريقه اللي انت عم تحكي فيها، لقيت طريقه صغيره كثير انه وقتها حكيت انه انا مش مجبور على شيء، مش مجبور مع العيشة ولا مجبور مع العيشة غصب عني يكون. يعني مش الاشي غصب، يعني لما تحط هذا الاشي على الطاولة اصلا انه في حرية، بصير الواحد يدور على حلول تانية. يعني فهمت علي؟ بصير يعني اوكي، في اول طريقة اللي حكينا انه فيش حل تاني، لازم نحل المشكلة. طيب هو في حل بس انا بحب اني احل الموضوع، اوكي، بحب وجودك اكثر من انه ينتهي. اوكي، هون كمان بصير حافز اكثر انه تستمر العلاقه اكثر، تو اوفر كم الشيء المهم اللي هو علاقتنا اهم من التلفزيون، اهم من البيت، اهم من الاشياء اللي بدنا نقسمها بين بعض، والاستراتيجيه هاي كلياتها استراتيجيه الانفصال بتصير مش مهمه، لانه اصلا قيمه الشيء المادي بتصير مش موجوده بالنسبه للقيمه المعنويه. أنا بينك وبين هذه العلاقة يعني بتصير كتير مهمة. يعني لما يصير الإشي كتير مهم بتصير أنت تعطيه أهمية أكثر، وبتصير يعني تلاقي له حل أسرع من إنك تدور على الطريقة تنفصل. 20 ثانية. لا بس غزيت سؤال صراحة. لا اذا عندك تعليق، لانه لا. لانه احنا فعلا خلصنا. سؤال سريع مش لزيد، لو وجهه نظر محمد بيمثلها احد، محمد انت دكتاتوري. ليش علاقتنا اهم من البيت؟
ليش علاقتنا اهم من الدنيا كلها؟ يعني احكي لي واحد اثنين ثلاثة. اسالنا اياه بالجلسه الجاي، تذكروا سؤال كثير مهم للمره الجاي. عندي سؤال ثاني للجلسه الثانيه. اوكي، احنا عم نحكي اليوم باطراف متوازنين صح؟ يعني عم نحكي عن طرف يهمه العلاقه وطرف متوازن من الطرفين. طب ايش لو كان احد الاطراف اناني نرجسي متسلط، شو بنعمل؟ تتركه متسلط، نسأل صديق. سؤال كثير مهم. اوكي، الشغله الثانيه اللي ما حكينا فيها، قلنا في استراتيجيه ثانيه. يعني سالت عروبه، قالت طب وين احنا بنحكي صوته، هو هون صوته طب والعلاقه. اوكي، واكثر من شخص كمان جاب سيره العلاقه، سورة جابت سيره العلاقه، فهذا كمان سوف نطرحه الاستراتيجيه الثانيه الاسبوع الجاي. برنامج أوتر نباط يوم السبت راح نكون بشومان، صح معتز؟ شومان عزاءات الفلسفة الجزء الثاني. أيوة الجزء الثاني. قبل أسبوعين كنا ناقشنا عزاءات الفلسفة وأخذنا 3-4 فلاسفة، هم 6 فلاسفة جوا الكتاب، فراح نكمل الفلاسفة اللي ما كملناهم يوم السبت الجاي. هلا كل فيلسوف له طريقته، فعزاءات الفلسفة بمعنى هلا بدي احكي كل المعلومات. بمعنى لكل فيلسوف له عزاء، فبنشرح شو عزاء هذا الفيلسوف يوم السبت بشومان من الساعه 5:30 للساعه 7 بالطابق التحتاني، بالطابق الارضي المفروض. بس على العموم لو ما لقيتوا الطابق، ميك شور انكم تسالوا مرات اللي على الباب، عم بعطوا معلومات خاطئه انه احنا مش موجودين. اوكي، فصارت مع اكثر من شخص. إذا ما لقيتونا تحت بتلاقونا فوق، والعكس صحيح. هذا يوم السبت. ملاحظة رأيي، هذا الكتاب كتير مهم من ناحية كيف الفلسفة بتساعدنا في حياتنا العملية وحياتنا اليومية. فعلا حياتنا اليومية كتير مهم 100%. يوم الخميس الجاي رح نكون مع دائرة تدريب مهارات الحياة من الساعة 6:30 للساعة 7:30 بكيمستي هون. شكرا لكم، بنشوفكم بالفعاليات. وقريبا عم بيصير تحضير إن شاء الله، رح نسمع أخبار عن رحلة جديدة بعد توقف طويل، فإن شاء الله بس تيجي الأخبار نحكي لكم عليها. أوكي، شكرا كتير لكم، بنشوفكم بالفعالية.